ما بحبش الماتش ده. مين اللي كلمك بعد الماتش في مره اتخانق معاك قال لك يا كابتن ايمن انت جيت علينا النهارده؟ لا عمره ما حصلت. ولا مره؟ لا عمره ما حصلت. ولا حكم ولا لعيب ولا مدرب ولا لا 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 عمره ما حصل. ما حدش معاه رقمك ولا ايه؟ لا خالص بالعكس ده انا متاح للجميع وموجود على السوشيال ميديا وموجود على اليوتيوب وموجود مش عارف في كل حته يعني. ده انا اسهل واحد تجيب نمرة تليفون. طب لو ما فيش مره وانت ماشي في الشارع مثلا حدش قال لك كابتن ايمن ما كانش ينفع اللي انت قلته امبارح ده؟ بص خلي بالك انا مصر يعني ايه انا مصر يعني انا الشعب يعني انا موجود في بجيب الخضار وبجيب الفاكهه وبجيب من السوبر ماركت وبمشي في الشارع فانا يعني ابن بلد تمام مش عايش في كوكب يعني فبقابل ناس فالناس يا كابتن هي كل الحلويات والقطايف واللطايف للاهلي بس في ناس بتقول لي كده اقول له يا ابني ما انا ما طب انا هعمل ايه